يتبرع محسن بمئة عمرة. الله. إذن وصلنا إلى 150 عمرة بإذنه جل وعلا، بإذن الله جل وعلا السميع العليم. هذه الطائرة سنعنونها بعنوان طائرة تحفها الملائكة، قافلة تنطلق من مسجد الأمير عبد القادر لرواد مسجد الأمير عبد القادر. إذن وصلنا والحمد لله إلى 150 عمرة. دعوني أحكي لكم سر. اليوم ناس كبار من صلاة الفجر وهم هنا في الجامعة. كنت في المكتب تاعي أسمع امرأة تنادي، فلما فتحت النافذة نصيب امرأة عجوز لوحدها هنا تصرخ وتنادي وتبكي. قلت الحاجة واش بيك؟ قالت لي بغي عمرة. قلت لي خايفة نموت وما نروحش. فهذه بشرناها بعمرة لوحدها، هذه بشرت بعمرة لوحدها. إذن ماذا بي أخوتي اللي راهم حاضرين، إن شاء الله يفرحوا واللي ربي يكتب له باش يروح، لأن العمرة هذه والحج هي دعوة من الله.